بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن طريقة من طرق اللي تقدر من خلالها برضه تستدعي العناصر بتاعك في الدوم. المرة دي كانت خاصة بالـ CSS Selectors. المرة دي يا جماعة اسمها إيه؟ اسم الميثود اللي هنحكي فيها اسمها Query Selectors. تمام؟ قبل ما ندخل على تطبيق الميثود أنا ضفت بس كلاس ديف سميته منيو وبعدين الاي وايه والايهات كل فيها خمس كلاسات بالايه لغايه الايه. تمام كده ده السورس كود بتاعي وجوه ادي الشكل بتاعي. هقول له والله دوكيومنت دوت اسمها كويري سيلكتور. انا عندي نقطتين كويري سيلكتور وكويري سيلكتور او. في حلقه اليوم انا هتكلم عن كويري سيلكتور. تمام وبرده ديت ميثود فهحط البرنتسز والسيمي كومنت في اخر السطر وما بين الدبل كوتس ممكن انادي على ايه على امور مختلفه. ولنفرض انا عايز انادي على مثلا يا جماعه نقول الكلاس بتاع هيدنج. هنادي على الكلاس بتاع هيدنج بالكويري سيلكتور فهروح اعمل ايه؟ هروح حاطط دوت اللي الدلاله اني انا في الكلاس. تمام وهكتب مثلا اسم الكلاس بتاعي. تمام كده يبقى لو انا عملت انتر هيقول لي ايه انا ما عنديش نال كويري سيلكتور ما عنديش رينج ده كلاس ولا ايه هيدنج ده اي دي. انا اسف ماشي هي الاثنين واحد بس كل مشكله انا حاطط دوت يعني فانا كده المفروض اني بنادي على كلاس فالمفروض ان احط هاش مش دوت لان بنادي على ايه بنادي على اي دي. فانا عملت انتر هيجيب لي الاي دي اللي اسمه ايه اللي اسمه هيدنج. حتى بص لو انا كان عندي كلاس اسمه هيدنج هيقول لي نال ده الدلاله اني انا ما عنديش الكلاس اللي انت بتدور عليه. مثلا خلينا نادي على كلاس اوريدي موجود انا استخدمناه مع الاي دي. لو انا استخدمتها مثلا واقول له دوت منيو وانا عندي كلاس اوريدي موجود اسمه منيو هيقول لي اه والله ده في كلاس اسمه مثلا منيو. والطريقه دي ممكن تمشي معاك سبيسيفيك اكتر شويه يعني مثلا دوت منيو وممكن تمشي جوه دوت عشان تنادي على ايه؟ تنادي على الكلاس اللي اسمه ايه جوه الكلاس اللي اسمه منيو. فاهمني؟ بحيث ان ادي الكلاس اللي اسمه منيو جوه منه في كلاس اسمه ايه؟ لو انت مثلا دلوقتي حاولت تضغط على انتر هيروح يجيب لك اول عنصر في الكلاس كمان اللي هو اللينك ده رقم واحد. ده بالنسبه للكويري سيلكتور. رقم واحد فكره الكويري سيلكتور.